حياتي وين صرت؟ خورت يلا ما قلت لك ما راح اتغدى من دونك. اوكي طيب يلا ناطرتك. ايه هاي حياتي يا قلبي وين كنت؟ هاي معلقت بعجقه كثير. لو بتشوف العجقه ضاربه وين ما كان. طيب عجقه اسمعي زمامير هون متكلم. هلا لما حكيتيني كنت عم بصف هون. عن جد؟ ايه حياتي كيفك؟ نطرتك نتغدى سوا. ايه اكيد ميرسي. ايه؟ عن جد جوعان ما هي. انا قد بركي بلشت لك بشي هيك سلطات لا جاهل. معقول بلش اكل من دونك؟ ميرسي يا حياتي كلك ذوق. حياتي كيف انت اشتقت لك. انا كمان يلا. وين كنت؟ رحت كان عندي كم شغله بعدين لانه اليوم قلت ما رح اجي الا ما اجيب لك معي كادو. هيدا الكادو لإلي؟ ايه ان شاء الله يعجبك. انت ان شاء الله يعجبك حياتي. انه لشو معذب اول شيء بعدين اليوم ولا انه عيد ميلادي ولا الانيفرستري تبعنا ولا شيء بمناسبه شو جايب لي الكادو؟ حياتي شو بك ما اليوم عيد الام؟ ايه وشو دخلني انا لشو انا ام؟ ما انا بعتبرك مثل امي. شو؟ انا مثل امك؟ ايه حياتي شو بك؟ اللي بالك قد الطور؟ حياتي شو قد الطور؟ ما نحن وصغار بنحضرك تانترولا وتانترولا واسال شيء ما انا بحضرك من زمان. طب عينك العمى بعيونك عمي قطيع اللي تقطعك ما قد الخنزير بس انا قد امك تنطرولا قال عمي والله بتذكر كنا هالقد لك الحق علي شو بشوف الحق علي ما تعرفت عليك لانه بحضرك على التلفزيون بحبك من انا وصغير